صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع. أهلا بكم إلى صباحية من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: يوم النظام السوري عم يجرب يضرب التسوية لصارة 2016، نظام الأسد يسعى لعرقلة تشكيل الحكومة والتسلل إلى المعادلة اللبنانية. بتمنى على الجميع بدءا برئيس الجمهورية لحيد المصالحة يحافظوا عليها. الذكرى 17 لمصالحة الجبل، تمسك لبناني بوأد الفتنة. المتظاهرون يهتفون من وسط طهران: الموت لخامنئي. أهلا بكم. نفى المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية من معلومات منسوبة لمصادر بيت الوسط ولأوساط مقربة من الرئيس المكلف بشأن تشكيل الحكومة. وأكد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري في بيان صادر عنه على عدم صحة ما يتم تداوله، خلاف ما يصدر وصدر عن الرئيس الحريري وفريق العمل المكلف متابعة الشأن الحكومي. وفي ظل المراوحة التي تتسم بها عملية تأليف الحكومة، طرحت أسئلة عما يريد ضرب التسوية الرئاسية التي حمت لبنان منذ سنتين من خلال سلسلة شروط تبدأ بفرض توزير النائب طلال أرسلان والمطالبة بحصة سنية تابعة مباشرة لبشار الأسد، مرورا بمحاولة فرض تطبيع الحكومة مع النظام السوري. تقرير مها حطيت. ليس صحيحا الا سببا او عاملا خارجيا وراء تاخير تشكيل الحكومه، فللنظام السوري طلباته في عمليه التشكيل تبدا من توزير شخصيه من ما يعرف بالمعارضه السنيه وتصل الى توزير النائب طلال ارسلان. في كتله ضمانه الجبل نصر على تمثيلنا بدرزي، من حقنا الطبيعي هذه المساله. إن مطالبتنا بالمشاركة كتكتل، يعني هون عم نحكي في حكومة الوحدة الوطنية بوزيرين، نابعة من تلبية موضوعية لنتائج الانتخابات النيابية. اليوم النظام السوري عم يجرب يضرب التسوية لصارة 2016 وعم يعرق التشكيل الحكومة بثلاث نقط. أول نقطة هو عم يفرض أشخاص تابعة له ديركت بالحكومة. ثانيا عم يجرب يفرض حصة سنية معارضة للرئيس الحريري وتابع له كمان بالحكومة. واللافت أيضا عودة الكلام بنبرة عالية عن التنسيق مع النظام السوري وإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه، فالنائب عبد الرحيم مراد دعا إلى الانفتاح على النظام وترك الفكرة السيئة التي طرحت ألا وهي النأي بالنفس، فنحن بحاجة إلى سوريا على حد تعبيره، وهو ما كان جميل السيد قد سبقه إليه. هو أنه عم يجرب يعيد استئناف يستأنف علاقات بين النظام السوري والدولة اللبنانية على شروط أنه كشرط كرمال تشكيل الحكومة، وهذا الشيء ما بنقبله نحن أبدا. استئناف علاقات السورية إذا بده يصير أو ما بيصير، بيصير داخل الحكومة وبنقاش سياسي. بعد سنوات من التعطيل قام الرئيس المكلف سعد الحريري بتسوية سياسية لإعادة الحياة إلى الدولة ومؤسساتها. اليوم وبعد سنتين من التسوية وانتخاب الرئيس ميشيل عون رئيسا للجمهورية، يعود النظام السوري للعبته المعروفة: فرق تسد. وسط هذه الأجواء عكست كتل سياسية معنية بالتشكيل أجواء ضبابية، مشيرة إلى أن لا تقدم جوهريا سجل حتى الآن. تقرير شهير إدريس. يقفل الأسبوع الحالي على أجواء تشاؤمية تحيط بتشكيل الحكومة على الرغم من حركة اللقاءات التي لم تفضي إلى نتيجة، منها لقاء بري باسيل والحريري جعجع الذي غادر لبنان في زيارة خاصة، كذلك لقاء عون الرياشي. تقول مصادر مواكبة لتشكيل الحكومة لتلفزيون المستقبل أن لقاء رئيس الجمهورية مع الوزير رياشي لم يؤدي إلى فتح قوة في جدار الأزمة، فيما أكدت مصادر القوات أنها تصر على مبدأ أن يليق وجودها في الحكومة بتمثيلها الشعبي، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية منفتح على التفاهم مع الجميع ويحاول تقريب وجهات النظر، إلا أن العقدة تبقى في مكان آخر.
واعتبرت مصادر القوات أن الرئيس المكلف سعد الحريري حريص كل الحرص على التمثيل القواتي في الحكومة العتيدة، والقوات بدورها لديها ملء الثقة به وستكون دائما إلى جانبه، وهذا الأمر يصب في مصلحة العهد والدولة وتقوية المؤسسات. أما مصادر التيار الوطني الحر فرأت بدورها أن لا تقدم على صعيد تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن اللقاءات الأخيرة لم تحمل أي إيجابيات، لا سيما في ظل التراشق بالاتهامات والذي لا يوصل إلى أي نتيجة. واعتبرت المصادر أن كل فريق يحاول كسب الوقت، مما سيؤثر سلبا على الوضع الداخلي على كافة المستويات. من جهتها تقول مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي أن لا جديد على صعيد المأزق الحكومي، معتبرة أن الحزب الاشتراكي هو الطرف الذي يتعرض للتضييق عليه ولا يقوم بأي مبادرة في الوقت الحالي، ولن يتراجع عن موقفه لأن في ذلك تراجع عن وعوده أمام من يمثل. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أكد أن الرئيس سعد الحريري هو صاحب القرار والخيار في عملية تشكيل الحكومة، مشددا على أن التأخير في التأليف لا يتحمله وحده. هذا مسجد النعمان الذي بناه رجل الأعمال أسامة النعمان على نفقاته الخاصة في منطقة الجي بأقليم الخروب، وقد افتتحه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في حضور مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو والقائم بأعمال السفارة الإماراتية حمدان الهاشمي. المفتي دريان وجه في كلمته رسائل في أكثر من اتجاه، مشيرا إلى أن الصيغة الأمثل لتشكيل الحكومة أن تكون حكومة وطنية لا أكثرية ولا أقلية، محذرا من أن التأخير في التشكيل سوف يتسبب بمخاطر اقتصادية واجتماعية. فالرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري هو صاحب القرار بالتأليف والخيار في عملية التشكيل بالتشاور مع رئيس الجمهورية وبالتعاون مع الفرقاء السياسيين، كما ينبغي أن تكون الحكومة المقبلة بعيدة عن المناكفات السياسية ومتجانسة لا يشوبها شائبة. والتأخير في التأليف لا يتحمله الرئيس المكلف وحده، فهو يسعى ليل نهار إلى إنجاز المهمة التي أوكلها له أغلبية نواب المجلس النيابي، مما يتطلب من الفرقاء السياسيين التعاون والتواضع وأن يكونوا مرنين وأن يتعاطوا بروح المسؤولية الوطنية التي تقتضي ولادة الحكومة اليوم قبل الغد. فالتأخير في التأليف عامل سلبي. الاحتفال تخللته كلمات عدة، بينها كلمة لباني المسجد أسامة النعمان دعا فيها إلى التعاون لما فيه مصلحة لبنان. بعد ذلك جال المفتي دريان والحضور في أرجاء المسجد وقاعاته، ثم أما المصلين في صلاة الجمعة بعدما ألقى المفتي الجوزو خطبتي الجمعة مركزا على رسالة المسجد الاجتماعية والثقافية، ثم أقيم حفل غداء على شرف المفتي دريان والحضور بدعوة من النعمان. في ظل التوتر السياسي يحيي اللبنانيون وخصوصا أهالي الجبل المصالحة التاريخية التي رعاها البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير والنائب السابق وليد جنبلاط، وسط تأكيد على ضرورة صون هذه المصالحة. تقرير ربيع شنطف. إنها المصالحة الأشبه بالحلم، مصالحة الجبل ومن خلفه كل لبنان، والتي وضع أساسها البطريرك الماروني السابق الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير والنائب السابق وليد جنبلاط. أنا اليوم برحب بكل كلام طلع طيب عن المصالحة، وبستهجن كل كلام سبق هذا الكلام ونال من المصالحة، لأنه يوم المصالحة وزيارة البطرك للجبل وهالرعاية من كل لبنان للرئيس الشهيد ومن كل لبنان لهذه المصالحة.
التظاهر اللي قام به الشباب المسيحي ومنهم تيار وطني حر وكتائب وقوات وكل للمصالحة تأييدا للشيء اللي جرى بالجبل. القمع اللي صار عليهم من النظام الأمني اللبناني السوري صحيح. اللي بعضهم هلأ عم بيتغنوا فيه قولوا حنين له ورجعوا بعض رموزه للساحة، هذا كله بيعطي المعنى الحقيقي للمصالحة. منذ العام 2001 وعند كل مفصل سياسي يتخوف البعض من أن تهتز المصالحة، لكن سرعان ما تصدح أصوات تطالب بصونها. بتمنى على الجميع بدءا برئيس الجمهورية مرورا بكل أركان الوطن أنه هذه المصالحة يحافظوا عليها بشكل يعني شيء مقدس. فهنيئا لنا أنه تمت، هنيئا للبنانيين أنه بدأ ترعى مستقبلهم، وهيدا وطن بده يبقى مستقل، بده يبقى عربي، مش رح يصير غير شيء، وبده يبقى ديمقراطي، ما رح يصير لا ديكتاتورية ولا فاشية ولا نظام عائلي أو نظام عسكري. في رزنامة التاريخ اللبناني الحديث سيبقى هذا اليوم راسخا، يوم حاول نظام الأسد القمعي بعد أيام منه وتحديدا في 7 من آب 2001 أن يمحوه، لكنه فشل أمام إصرار اللبنانيين على وأد الفتنة. وتتابعونا في هذه النشرة بعد الفاصل. حركة أمل تحتج على سياسة الكهربائية في الجنوب. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. دعت كتلة التنمية والتحرير ومكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل إلى وقفة احتجاجية أمام معمل الكهرباء في الزهراني عند 11 من قبل ظهر اليوم، وذلك استنكارا لما سمي التعامل الجائر من كهرباء لبنان مع أهل الجنوب وحرمانهم من التغذية الكهربائية. ويأتي هذا التحرك بعد جدل أثاره قرار نقل باخرة الكهرباء التركية إلى معمل الدوق الحراري، وانتقادات طالت حركة أمل التي رفضت رسو الباخرة قبالة الزهراني بدعوى أنها ستعطل إنشاء معمل جديد في المنطقة وأنها مضرة بالبيئة. على قاعدة رب ضارة نافعة، استفادت منطقة كسروان من الجدل الذي أحاط بباخرة الكهرباء التركية الثالثة منذ وصولها قبالة الشواطئ اللبنانية، بدءا من عدم رسوها في معمل الزهراني وصولا إلى الاحتجاجات التي رافقت نقلها إلى الجي، حيث لا تؤمن سوى 35 ميجاوات من أصل 235 ميجاوات يمكن أن تنتجها هناك. هذه العوامل إضافة إلى تعطل مجموعتين حراريتين في معمل الزوق دفعت بنواب كسروان إلى عقد اجتماع في مجلس النواب مع وزير الطاقة، خلص إلى قرار بنقل الباخرة إلى معمل الزوق الحراري، خطوة ستؤمن لكسروان إضافة إلى عدد من مناطق المتن تغذية شبه كاملة للتيار تتراوح بين 22 و24 ساعة على مدى 3 أشهر. هذه الخطوة فجرت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. المعترضون حملوا جهات سياسية مسؤولية عدم ربط الباخرة بشبكة الزهراني، خصوصا وأنه كان بإمكان منطقة الجنوب أن تستفيد منها، إذ كان من الممكن تأمين 235 ميجاوات على شبكة الزهراني وهو الرقم الذي تتحمل إنتاجه الباخرة. المواطن الجنوبي حبيب علق قائلا: باخرة الكهرباء منعت من الوقوف قبالة الشواطئ الجنوبية تجنبا للتلوث، هلأ صرت نضاف أو كيف؟ لماذا منع الجنوب من كهرباء 24/24 لمدة 3 أشهر؟ مواطن آخر صخر قائلا: باخرة الكهرباء المجانية تلوث البيئة في الجنوب وصديقة للبيئة في كسروان. هذه التعليقات وغيرها دفعت بحركة أمل إلى إصدار بيان أوضحت فيه ما يشاع حول مسؤوليتها عن إبعاد الباخرة عن معمل الزهراني، وأكدت أن الباخرة تلحق ضررا بالبيئة وتعمل على تعطيل إنشاء معمل جديد في الزهراني الذي يشكل فرصة واعدة للعمل وحل لأزمة الكهرباء التاريخية للبنان. الحركة شددت على أنه إذا كانت هذه الباخرة تحل مشكلة الكهرباء فلتقم شركة كهرباء لبنان بتخصيص معمل الزهراني
لتغذية الجنوب، وعندها ينعم أبنائه بالكهرباء 24/24 ويوزع باقي الإنتاج على المناطق اللبنانية الأخرى ولا حاجة للباخرة في الزهراني. وختمت بالقول إن تهمة إبعادنا للباخرة عن الزهراني تهمة لا ننكرها وشرف ندعيه. تجدر الإشارة أن ربط هذه الباخرة بالزهراني كانت ستؤمن حوالي 6 ساعات تغذية إضافية إلى المنطقة، وهي الآن بحاجة لأسبوع تقريبا لإعداد التحضيرات اللازمة في الزوق لاستقبالها وربطها بالشبكة. وفي ملف الكهرباء أيضا، أزمة تسعيرات مولدات الكهرباء في لبنان كانت مدار بحث بين وزيري الداخلية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق ورائد خوري. وتطرق البحث تحديدا إلى الخلاف الدائر بين أصحاب المولدات وبين المستهلكين بعد ورود شكاوى إلى وزارة الاقتصاد ومطالبة وزارة الداخلية بالتدخل مع البلديات في الإشراف على التسعيرة واعتراض أصحاب المولدات على تسعيرات الدولة. وقد تقرر عقد اجتماع ثلاثي الأسبوع المقبل يضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والداخلية والطاقة سعيا إلى حل يرضي جميع الأطراف. في بيت الوسط استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، وعرض معه الأوضاع الاقتصادية في البلاد وخطة ماكنزي بالإضافة إلى شؤون وزارته. ثم استقبل الرئيس الحريري سفيرة الإكوادور لدى كل من الكويت وعمان والعراق والأردن وسوريا ولبنان إيفون عبد الباقي، وعرض معها الأوضاع العامة. قضائيا، أخلي سبيل الناشط رشيد جنبلاط بعد توقيفه على خلفية مواقف انتقد فيها الوزير جبران باسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد أقل من 24 ساعة على توقيفه من قبل جهاز أمن الدولة، وافقت القاضية زينب فقيه على طلب إخلاء سبيل الناشط رشيد جنبلاط بعد استجوابه في قصر العدل ببعبدة. جنبلاط الذي أوقف بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه بسبب موقفه السياسي ضد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اعتبر أن خلفيات هذا التوقيف كانت سياسية وليست قانونية. شو رسالتك للجهة السياسية اللي ساهمت بتوقيفك اليوم؟ لا تعرف. لكل زمن دولة ورجال، وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، والحق يعلو ولا يعلى عليه. ما معي خبر، ما حدا بلغني شيء. شو الأسباب؟ ما بعرف، سألهم. أنت كان عندك بيت، انتقلت لبيت تاني شيء؟ إيه، بس ما حدا بلغني، رقمي هو زيته، ما حدا اتصل فيه، ما حدا. هلأ حسب ما عرفت من أمن الدولة امبارح، صادرة بـ 28/2/2018 هلأ. مش لازم نروح على محل في نرجع لنظام أمني متشدد، واللي يعني كل اللبنانيين صاروا بيلمسوا هالإجراءات القمعية بحق الناس اللي بتحكي واللي بتقول رأيها. الرسالة السياسية انه الناس ما تنتقد، ما تحكي. طب انه الناس بدها تنتقد وبدها تحكي، والناس اقوى من اي عهد. ونحن منقول اخر شيء، كل العهود بتروح وفي عهود بتجي، انما لبنان بيبقى بميسه بالديمقراطية. وفي معرض الردود على التوقيف الذي طال جنبلاط، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ أن ينتقد سهر الدولة يستوجب بنظرهم اعتقالا مهينا فيه تربيع لنساء وأطفال. أما أن يهين قيادي في التيار ودون رادع شهداء قديسين دافعوا عن الأرض والعرض وما اعتدوا، فأمر عادي بنظرهم يستاهل التصفيق. لبنان لا يحتمل سلطان سليم آخر ولا أحقادا ولا قمعا للحريات، فكفاكم فشلا وننصح بعدم التمادي بالتعدي. وكانت القاضي المنفرد الجزائي في بعبدة كرم حسيكي أصدرت حكما قضى بحبس جنبلاط 6 أشهر وإلزامه بدفع مبلغ 10 ملايين ليرة كعطل وضرر على خلفية تعرضه لباسيل بالقطح والذم والتحقير على وسائل التواصل الاجتماعي. يستمر الجدل حول أحقية توقيف الناشطين لمجرد التعبير عن أرائهم السياسية، جدل يؤكد مراقبون أنه يخوض الديمقراطية في لبنان في حل استمراره. علاء سرحال، تلفزيون المستقبل. الإحالات الموجهة ضد الإعلام على خلفية أدائه في الانتخابات النيابية الأخيرة بحثها وفد من المؤسسات الإعلامية مع وزير العدل. بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي مع وفد من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في الإحالات الموجهة ضد وسائل الإعلام من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات بدعوى ارتكابها خروقات في مرحلة الانتخابات الأخيرة. جريصاتي أشار بعد اللقاء إلى أنه جرى البحث في بعض الاقتراحات، ومنها ترك الأمر للقضاء أو عقد اجتماع مشترك لإيجاد حل صلحي أو التحكيم. وزارة العدل متمسكة بحرية التعبير
وبالحريات العامة ووزارة العدل بالوقت نفسه بتعرف انه في نصوص قانونية آمرة في قانون الانتخاب سوف تحترمها. نحن طبعا خدام القانون في وزارة العدل والقضاء كذلك يقول كلمة الحق تأسيسا على القوانين المرعية. خليني اشرح لك انه رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات انا قرأت تصريحه بإمعان قرأت مذكرته. رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات لا يقول انه سلطة زاجرة على الاعلام، يقول انه تمكن من بعض التجاوزات الاعلامية واحالها الى القضاء وسوف نجد سبيلا الى حل هذه المسألة كما شرحنا. بدوره رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ شدد على أهمية الحفاظ على الحرية الإعلامية. معالي وزير جريصاتي أكد على الحرية الإعلامية في لبنان وعلى حمايتها، واعتبر أن هذا العهد هو في مثابة الحارس الفعلي للحريات الإعلامية، وهذا موقف فخامة الرئيس الجنرال ميشيل عون الحريص على الحريات الإعلامية وعلى عدم الوصول إلى أي توقيف لأي إعلامي. محفوظ قال إن الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب هو رسالة لبنان إلى الخارج. وتتابعونا في الأخبار الإقليمية والدولية بعد الفاصل. تعزيزات عسكرية تركية لضمان عودة النازحين السوريين. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. هتافات الموت لخامنئي وصلت إلى طهران وسط أعمال شغب واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين على غلاء المعيشة في إيران. الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني امتدت إلى العاصمة طهران، حيث خرجت مسيرات عدة هتف خلالها المتظاهرون ضد المرشد الأعلى علي خامنئي وأطلقوا شعارات الموت لخامنئي ويجب على الملال الرحيل. وبدأت التجمعات في ساحة ولي عصر وسط العاصمة بهتافات للموت للديكتاتور ولم تعد تخيفنا الدبابة والمدفع. وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين في تقاطع ولي عصر وهم يتوجهون نحو ساحة الحسين، حيث أضرم شبان النار في حاويات النفايات لعرقلة حركة عناصر الأمن والشرطة. وفي كرج جنوب غربي طهران قام محتجون بإضرام النار في سيارات تابعة للشرطة وهم يهتفون يسقط الدكتاتور، بينما ردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وفي أراك جنوب طهران خرج مئات المواطنين وسط المدينة وهم يهتفون الشعب يشحت والمرشد يتصرف كإله، في إشارة إلى استحواذ خامنئي والطغمة الحاكمة على ثروات البلاد على حساب الفقر والتجويع للشعب. وفي نجف أباد في محافظة أصفهان طالب المتظاهرون في شعاراتهم النظام بترك سوريا والالتفات لأوضاع الإيرانيين. وتزامنت التظاهرات مع إعلام مصادر إصلاحية أن المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي رفض مجددا قرار الإفراج عن زعماء الحركة الخضراء الإيرانية المعارضة مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته. وذكرت المصادر أنه رغم موافقة للرئيس الإيراني حسن روحاني على قرار مجلس الأعلى للأمن القومي برفع الإقامة الجبرية عن زعماء الحركة الخاضعين للإقامة الجبرية منذ 8 سنوات، فقد رفض خامنئي ذلك مرة أخرى. أعلنت وزارة الدفاع الروسية افتتاح 10 مراكز جديدة لاستقبال اللاجئين العائدين إلى سوريا، ويأتي ذلك في وقت دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية ضخمة عبر الحدود إلى الداخل السوري تمهيدا لعودة 1,600,000 لاجئ سوري إلى بلادهم. وتركزت التعزيزات على جبهات إدلب ومنبج وتل رفعت. على خط آخر، توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمنبج من دون التأثر بالمشاكل الأخرى. شيع جثمان الفنانة السورية المعارضة مايس كاف في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، وعائلتها تؤكد أن فرنسا لن تكون مثواها الأخير. بعد 11 يوما على رحيلها، شيع المئات جثمان الفنانة السورية مايس كاف في جنوب باريس إلى مثواها الأخير. المشيعون رفعوا علامة ثورة السورية احتفاء بموقف الراحلة المؤيد للثورة، وتم تأبين الراحلة رسميا في مقر المركز الثقافي من طرف عمدة المدينة، ثم شعبيا من قبل الفنانين والسياسيين معارضين سوريين في مقبرة الضاحية.
وكانت ميزكاف قد توفيت إثر نزيف دماغي عن 49 عاما. وقد أثبتت نتائج تشريح الجثة أن سبب الوفاة هو تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وتأخر تشييع جثمان بسبب التحقيق الذي فتحته السلطات الفرنسية وتشريح الجثة. إلى ذلك تصر عائلة سكاف على أن فرنسا لن تكون مثواها الأخير، وأنهم سوف ينقلون رفات الفنانة التي يسميها الناشطون بأيقونة الثورة إلى وطنها عندما تسنح الظروف بأن تدفن في ترابه. عرض المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أدلة تؤكد استهداف ميليشيات الحوثي الإيرانية للمدنيين في مستشفى الثورة وسوق السمك بمدينة الحديدة غربي البلاد. وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في الرياض إن عمليات التحالف العسكرية يومي الأول والثاني من آب كانت بعيدة كل البعد عن المنطقتين، حيث تركزت على مديرية الحيتة الجنوبية الحديدة. وأكد المالكي أن إطلاق القذائف على سوق السمك ومستشفى الثورة تم من خلال معسكر الأمن المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيات في الحديدة. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. اليوم النظام السوري عم يجرب يضرب التسوية لصرد 2016. نظام الأسد يسعى لعرقلة تشكيل الحكومة والتسلل إلى المعادلة اللبنانية. بتمنى على الجميع بدءا برئيس الجمهورية هيدي المصالحة يحافظوا عليها. الذكرى 17 لمصالحة الجبل، تمسك لبناني بوأد الفتنة. المتظاهرون يهتفون من وسط طهران الموت لخامنئي. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع.